تعالى تعالى نبتدي فعلا بالملف بتاع كلاتنبرج، لان الحقيقه كانت يعني مفاجاه مدويه بالنسبه لناس كتير من اللي كانوا متفائلين بوجوده وبجدوى وجوده ونتاج وجوده. طبعا كرسي في الكلوب اتضرب بعد حوالي 172 يوم من توليه لهذا الملف، اكتر، واخد بالك ازاي؟ فشايف اللي جاي عامل ازاي؟ هو النهارده في اجتماع مجلس الساعه 12 اتحاد كره القدم. طب الاجتماع ده ليه؟ الناس تسال نفسها. انا اعتقد عشان قبول الاستقاله. لا امال ده عشان كلامه امبارح، هو ان هو قال ان هو يطلع بعد ما يجتمعوا هيقول كل التفاصيل. فهم ده اعلن هيقول في انجلترا كمان، حاولوا، ما هو في ذا صن امبارح ما نزل كلام على لسانه، كانت وحشه قوي. تمام، فالنهارده طالما انتوا هتتكلموا انتوا هتقولوا وانا هقول. هتقول ايه بقى؟ انتوا هتشوفوا هتقولوا انتوا ايه. ده الموضوع كبير، موضوع كبير جدا، ما اعرفش، موضوع كبير ومؤسف. ما انا هقول لك التفاصيل. دلوقتي الراجل ده اللي في الصوره قدامنا والراجل ده اللي في الصوره قدامنا في مشكله بين الاثنين. مين اللي اتعاقد مع الثاني فيهم؟ جمال علام. هو اللي متعاقد معاه، هو وحازم امام. الكلام اللي حصل امبارح واللغط الكتير اللي حصل امبارح ضايق الراجل ده اللي هو ايه الانجليزي ده. فهم قالوا امبارح ان هو ما بيعملش حاجه. تخيلوا حضراتكم بيان من اتحاد كرة القدم المصري بيقول ان كلاتنبرج ما بيعملش حاجه. هو بيقولوا ان هو يعني كان مفروض الديل ان هو هيبقى موجود وما قدمهاش، ومش عبر زوم ان هو يتم العمل عبر زوم. انتوا فين بقالكم خمس شهور؟ انتوا سايبين وساكتين لغايه شهر يناير، بقاله خمس شهور بيقبض 40,000 دولار، ولسه لما لقيته في كلام عليه بداتوا تتكلموا ان هو ما بيعملش حاجه. طب ما حاسبتوش ليه؟ 40,000 دولار؟ ايوه في الشهر. رقم حلو، رقم حلو. اقول لك على المفاجاه ايه كمان؟ لو مشوه ثلاث شهور شرط جزائي، ثلاث شهور في كام؟ في 40,000 دولار. هو المفروض العقد معاكي آلة حاسبة، معاكي آلة حاسبة؟ انا طلع يا باشا حالا. احسبي 120,000 دولار في 30 جنيه، مش عارف احسبها دي. 10 مليون جنيه مصري. طب انا عايز اقول حاجه، ده بيتقلب عليهم. ايوه طبعا. هو العقد بتاعه كان لغايه امتى؟ اخر السنه، اخر السنه دي، السنه دي يعني، كان انيوال او سنوي يعني. سنه. مش كان المفروض انه هيقعد مده اطول بمنطلق انه جاي مش بس على ملف التحكيم، هو جاي. بص، هو اول ما جه تعاقدوا معاه قال لهم انا مشغول ورايا مش عارف ايه، هو صرح عندي مش عارف ومرتبط ايه ورايا حاجات يعني. فقالوا لا احنا عايزينك، جابوه، وافقوا على كل شروطه. هو عقر مش سهل، جاب حد قعد معاه وعمل له عقد ما يخرش الميه في كل التفاصيل دي اللي تخليه مؤمن. طب ما تخليهوش قدام الراي العام باي شكل، ضعيف باي صوره من الصور. وبالتالي لما حصل الدروب الاخير وقالوا عليه، ما هو ايه اللي جاب الازمه فين؟ ان اتحاد الكوره من ثلاث اسابيع واسبوعين والحمله شغاله على اتحاد الكوره في ايه؟ الراجل ده فين؟ الراجل ده مش موجود، الراجل ده قعد في بلده وراح يحلل وراح مش عارف ايه وايه 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 وايه. طبعا اتحاد الكوره قال عايز يخرج من المطب ده والحرج. وهل ده حقيقي؟ هل هو كان فعلا بيدير المنظومه عبر زوم؟ ما كانش متواجد هنا، ما كانش موجود بالفعل. والحرج الاعلامي ده يردوا عليه ازاي؟ ما بعتولوش فلوس شهرين. فطبعا هو ايه؟ الحنفيه وقفت بالنسبه له. فسال على الفلوس دي، جاب فين الفلوس؟ قالوا لا، ما انت قابض شهرين مقدم. لا احنا مش اتفقنا كده، شهرين مقدم دول كمان ده حكايه تانية. شهرين مقدم دول بلا عمل يعني شهرين؟ يعني شهرين مقدم دول ايه؟ كينونتهم ايه؟ بتوع ايه؟ فقال لهم لا، الشهرين المقدم دول مش في الحسابات خالص. امال ايه؟ هديه يعني؟ معرفش. بالحب. فدي بقى لا، ما طبعا كده الاتحاد، لا ثانيه واحده بس، كده الاتحاد معاه حق؟ حق في ايه؟ ان هو يعني ايه؟ طالما انا بقول لك مؤمن نفسه في العقد، هو مؤمن نفسه في العقد ان العقد بيقول ان الشهرين دول خارج يبقى دول كانوا حاجه شهرين مقدم. فهم عايزين يحسبوا ايه؟ عايزين يحسبوا الشهرين دول من ضمن ايه؟ من ضمن اللي حسب الاتفاق العقد شريعه المتعاقدين. تمام. لا بقول لك قال لهم لا، ما هم لا، بقول لحضرتك هو جاب حد عقر عرف يعمل العقد كويس ومؤمن نفسه كل الشروط وتمام التمام، وهو قاعد كده ومبسوط تمام التمام زي الفل وحقه هياخده. فهم عايزين يلموا الدور بعد ايه؟ ما هو هيطلع النهارده تتكلموا. طب ما يمكن يبقى هم الجماعه عشان لقوا ان زي ما حضرتك قلت من شويه ان مرت خمس شهور ومفيش انجازات تذكر، مفيش حاجه. بالعكس انا شايفه في حاجه على الارض. هم بيسجلوا موقف. لا انا قصدي اقول لك لو افترضنا ان السيناريو ده هو هم حاولوا يسجلوا موقف، بس يسجلوا ازاي ده الكلام ده؟ يا الكلام ده يدين انت بقالك خمس شهور شفت الراجل انت جايبه وطور لك الحاجه ما طورهاش، هتجيبه تعالى انت ما طورتش ليه؟ ما قدمتش خطه ليه؟ انتوا جايين تساله دلوقتي؟ فدي السؤال. هم طب هيتحركوا ليه دلوقتي؟
علشان خاطر الناس لمتهم على ان في راجل بياخد 40,000 دولار ومش موجود في مصر. انت عارف كمان ايه البيان اللي صدر استاذ عبد المنعم؟ قال لك ان من كتر الشكاوى في كلاتنبرج فهم بيعملوا هذه الخطوه، او هم هيقدموا على هذه الخطوه على اساس في شكاوى. مش يعني مش هيقدروا يمشوه. ما انا بقول لك مش هيقدروا يمشوه. لا هو هو قال هيعلن استقالته، هو قال ان هو هيعلن استقالته، هم مفروض هيناقشوا الاستقاله في قبولها او عدمها. واكيد هيكون أنا في قبول. انا شايف يعني السيناريو غير كده خالص. شايف السيناريو هيبان الساعه 12 يعني احنا دلوقتي الساعه 11 وانت شايف ان ايه؟ لا انا شايف ان هو هيحاولوا يرادوه، تعالى عشان هم هيقعدوه. والله دي وجهه نظر، ممكن تبقى يحصل موقف ما حصل مفاجأة. ان حاولوا يرادوه وهو ما رضيش وبالتالي استقال والاستقاله مشي يعني مشيت ترجع ريما لعاديتها القديمه اللي هو بقى يعني اللي هي بقى يعني ما فيش ثقه في الحكام، ما فيش ثقه في اي لجنه بتيجي، ما فيش ثقه في ان مين يتولى المسؤوليه ولا هيجيبوا حد اجنبي اخر. لا مش هيجيبوا، الايد ميده كلام مش مظبوط يعني عشان بس مش هيبقى في استقطاب اخر لخبره لا يعني. لا انا ما اعرفش ان هي ايه، بس اللي طرح امبارح ايد ميده كلام مش مظبوط. دي كلمه كده اترمت كده وخلاص حسب المصادر اللي قالت لي، كلمه رمت كده وخلاص، لكن هو لا مش مطروح تماما. وما فيش حد طبعا من بره زي ما قالوا، في حد من بره بيتكلم هو اللي بيسلط الحكام على كلاتنبرج، هو اللي عامل ازمه. الكلام ده غير صحيح بالمره. لا يعني احنا كده مكتوب علينا نقضي اللي جاي من عمرنا برضو بنشتكي من الملف ده. بص خلينا نستنى الساعتين دول بالظبط وهنعرف ايه اللي هيحصل. بس انا توقعاتي ان هو هيستمر وهيكمل، هم عايزين يلموا الدور بعد اللي حصل كله ده امبارح، ومش هيمشوه وهيلتزم بشروط التعاقد اللي بينه وبينهم. ما كانش الموضوع اتصعد على فكره كل ده لو كانوا هيلموا الموضوع من الاول. الموضوع متصاعد جدا. لا لا لما هدد امبارح وقال هطلع اتكلم وهقول طب لو هم ما عندهمش حاجه ما يطلع يتكلم. ما هو ده بس خلي بال حضرتك من حاجه برضو. ما هو خلي بالك هيطلع يقول ايه، هيقول انا ماليش دعوه بحاجه، هم اللي بعينوا الحكام من غير الاهانات اللي اتعرض ليها. خلينا بس بعيد على الاهانات. لا ما هو برضو ده من حقه ان هو الراجل يتضايق، قلنا هو نتكلم مش اهانات بس، ده كان في خوض في الاعراض يعني. تمام، لكن في الحاجات الثانيه هو اللي هيتكلم فيها الفنيه، في حاجات اصعب يعني. بيقولوا مثلا تعيينات الحكام مش منه، مش هو اللي بيعملها، في ناس مفروضه عليه، في اسماء بتيجي بتتعين بدون ما يعرف، القائمه الدوليه طبعا مش هو اللي عاملها، حاجات كتير جدا هو هيتكلم فيها. يقول انا في حاجات كتير جدا انا ما عملتهاش فالناس بتلومني عليها، فانتوا ما تسيبونيش اطور، لسه ما طورتش الدنيا، لسه الدنيا بالنسبه لي ما مشيتش زي ما انا عايز، والدنيا مش ماشيه مش مظبوط، وزي ما قالت الاستاذه طبيعي ان كل طرف عرضه كلام مش مظبوط، فالجو بالنسبه له مش مناسب، فالدنيا عايزه تتلم. لان اللي اتعاقد مع مين؟ حازم امام وجمال علام، والاثنين عايزين يلموا الدور، لانه في النهايه هيلاموا على انه لو رحل. لانه خلي بالكم لو هو مشي بالشكل ده شكلها مش كويس. احنا يعني هم في اتحاد الكوره مش عايزينه يمشي بالشكل ده طبعا، السمعه والكلام طبعا. ومشي وعشان خاطر كذا وشتموه وشتموه قالوا عليه وخاضوا في الاعراض والحاجات دي، وفي نفس التوقيت ما سابولوش الفرصه. ثم لا يلاموا يعني على حد حازم امام لا يلام اللي هم تعاقدوا معاه بالشروط اللي هي اللي اتكتبت. ايوه انا بتكلم في الازمه اللي حاصله، هو هلومهم ليه؟ حتى هم لو يعني تعاقدوا مش شرط الازمه تبقى منهم، لان الازمه مش منهم، هم كناس عينته او اختارته يعني. يا استاذه مسؤولين ماشي مسؤولين في الاختيار، لكن ما حدث بقى في الداخل. ما هو راجل قال لهم على بلاطه زي ما بيقولوا كده بالبلدي، انا مش فاضي، انا اخترت حد دلوقتي حصل فساد او حصل مشاكل او انا اللي هتسال يعني. لما انا يجيبوني وليس دفاعا والله عن كابتن حازم او يعني مؤسسه يا جماعه انا مش فاضي، انا عندي ما عنديش وقت، لا تعالى وخلاص، تعالى نعمل زي ما انت قلت من شويه، نستنى الساعتين دول ونشوف الموضوع هيوسر عن ايه. ولكل مقام مقال.